بشهر آذار المضى تتذكرون قصة حياكة النجاح الحكومي العراقي مع تركيا والترويج منقطع النظير للاجتماعات الثنائية اللي صارت ببغداد بوصفها انعطافة إيجابية غير مسبوقة لحكومة السوداني بملف العلاقات مع تركيا، وتوجت بزيارة أردوغان لبغداد، وكانت قراءتها الكبيرة إنه العراق نجح أخيراً باستثمار صداع المزمن وهو حزب العمال الكردستاني، وتمكن من تطويعه كورقة رابحة بصفقة تشمل تعزيز طريق التنمية وحصوله على حصص المائية مقابل التعاون مع تركيا لإنهاء نشاطه. لكن الفيديو الفاضح اللي انتشر البارحة وأكيد وصل للأتراك وشافوه استعرض لنا بالصورة والصوت انصياع واستماع واستسلام وتلقي الأوامر وإيماءات الرؤوس لأجهزة الدولة العراقية أمام مسؤولة حزب العمال الكردستاني. المشاهد الموثقة أثبتت أن العراق باع الأتراك سراباً ومستمر بتصوير مسرحيته الهزلية مع البكك. حزب العمال الكردستاني هواي حامد حول الشبهات، حزب أجنبي ناشط داخل الأراضي العراقية يسيطر ويمتد نفوذه بمحافظة نينوى والسليمانية وحتى كركوك وغير أماكن. تتهم الدولة العراقية بإيواءه، وتتهم القطعات العسكرية بغض النظر عن نشاطه. فوق هذا يتهم الحشد الشعبي بتغطيته قانونيا وخاصة بسنجار. كل هاي الاتهامات تجمعت بمقر الفرقة 20 التابعة للجيش العراقي وبحضور قائد الفرقة وضباط أمنيين وحشديين، وجرى توثيق اهتزاز الدولة العراقية أمام مسؤولة نسوية بحزب العمال بس حتى تسمح برجوع بنات عراقيات لأهلهن. وشفنا وسمعنا تحذيرها للقيادات الأمنية من تقول لهم بناتكم جايات بإرادتهن، ويجاوبها ضابط برتبة لواء ركن بالجيش العراقي من هاي العين قبل هاي العين: أصلاً احنا كجهاز أمني ما عندنا مشكلة. وكأنه الدولة طبابة خير بين حزب العمال الكردستاني اللي حاضرته الدولة العراقية والماخذ بنات عراقيات وأهلهن اللي يطالبون بيهن. وبس هذا، بنص الحديث يتداخل ضابط برتبة عميد يقول للواء: خلنا نسأل البنات قدام الرفيقات، وهنا يقصد مقاتلات البكك الموجودات. وبالأخير تخطب مسؤولة البكك بالحضور اللي هم جيش وشرطة وحشد ومخابرات، مرة تحذرهم مرة تذكرهم باتفاق مشترك، وما نسيت تنطيهم تطمينات عن بقية البنات المجندات وتوعدهم على طريقة الشريك القوي المتواضع بأنه راح ترتب لبقية البنات إجازات حتى ينزلون ويشوفون أهلهن. وهذا كان أوضح شكل للدولة العراقية أمام الأحزاب والفصائل المسلحة على كل جغرافيا المسرحية الهزلية المستمرة. واحدة من التناقضات الحكومية كان البيان الختامي للجنة الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا شهر 3 اللي راح،
واللي ضمن تصنيف العراق للبكك على أنه تنظيم يمثل تهديداً لكل من تركيا والعراق، ولهذا فهو محظور في الأراضي العراقية. وعلى هذا رحبت تركيا بحسب البيان الختامي بقرار العراق حظر حزب العمال. وإحنا هنا نسأل شنو يعني حزب محظور؟ الحزب المحظور المفروض يتلاحق مثل ما يتلاحق حزب البعث مثلاً، بل تصبح أي علاقة بين شخصية سياسية أو حكومية مع حزب محظور جريمة تنهي الحياة السياسية والحزبية لمن يتورط بها. لكن اللي شفناه البارحة هو تعامل واتفاقات، بل خوف واستسلام من الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية أمام منتمية إلى حزب محظور في العراق. حزب يخطف ويجند العراقيين والعراقيات ويتحكم بجغرافيا خاصة به. يا أخوان بس فهمونا، العراق دولة تديرها حكومة لو فصائل وأحزاب مسلحة بها عراقي وبها مو عراقي، تدير خرائط انتشارها بالتفاهم. لأنه البارحة شفنا العراق بالفيديو عبارة عن حكومة توزع رواتب ومسلحين يديرون أقاليمهم الخاصة داخل مسرحية مستمرة اسمها الدولة العراقية.